بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من سلسلة دروس كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ محمد قدري باشا، وشرحه للشيخ محمد زيد الإبياني رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى المادة 19 بعد 103. قال: من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث وهي في العدة، ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها، وهي في العدة من طلاق بائن، وهي في الشهر الأول، في الشهر الثاني، تزوجها مرة ثانية، انقطعت العدة، تنقطع الآن العدة، نعم. ثم طلقها بعد أن تزوجها بيومين أو ثلاث، طلقها وجب لها عليه المهر كاملا طبعا، ووجب عليها العدة، تستأنف العدة وإن لم يدخل بها، تستأنف العدة. قال: وكل هذه الأحكام خاصة بوفاة الزوج بعد الطلاق، أما إذا بقي الزوج حيا فإما أن يعيدها إليه، فإما أن يعيدها إليه وهي في العدة، أو لا يعيدها إليه وهي في العدة. قال: وأما إذا أعادها إليه في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا، وعلى كل، يعني سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، فإما أن يفارقها بعد الدخول، يعني في العقد الثاني، في الزواج الثاني، فإما أن يفارقها بعد الدخول أو قبله، فينتج من هذا صور أربع. الأولى: أن يعيدها في الطلاق الرجعي، يعيدها، ثم يفارقها بعد أن يدخل بها. وفي هذه الحالة، الآن طلقها طلاقا رجعيا ثم أعادها وهي في العدة ودخل بها ثم طلقها، قال: وفي هذه الحالة تجب عليها عدة مبتدأة بلا خلاف لحصول الدخول بعد الرجعة، وليس هناك مهر في هذه الحالة، ما في مهر حتى يقال يجب أو لا يجب، لأن عودها إليه في هذه الصورة يكون بالرجعة، وهي أي الرجعة لا يشترط فيها عقد ولا مهر جديد، يعني معلوم لديكم أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا يراجعها في العدة بلا مهر ولا عقد، بل الذي يلزمه هو مهر العقد الأول الذي كان قبل الطلاق الرجعي. الصورة الثانية: أن يعيدها إليه في الطلاق الرجعي، ثم يفارقها قبل أن يدخل بها، وهذه أيضا لا كلام فيها بالنسبة للمهر، لما تقدم في الصورة الأولى من أنه يملك مراجعتها بلا مهر ولا عقد جديد. الصورة الثالثة: أن يعيدها، أن يرجعها بعد الطلاق البائن،
وهي في العدة، يعني في العدة من الطلاق البائن، ويدخل بها ثم يفارقها، وفي هذه الحالة يلزمه كل المهر، وعليها عدة مبتدأة بلا خلاف، لأن الطلاق متى كان بائنا فلا تجوز إعادتها إليه بلا عقد ولا مهر جديدين، فلا تجوز إعادتها إلا عليه، فلا تجوز إعادتها إليه إلا بعقد ومهر جديدين، إلا بعقد ومهر جديدين. فإذا دخل بها فقد تأكد هذا المهر فيجب بالفرقة، وبما أنه حصل دخول فتلزمها عدة مبتدأة من وقت الفرقة الثانية وليس الفرقة الأولى، يعني تستأنف الآن عدة جديدة. الصورة الرابعة أن يكون الطلاق بائنا، أن يكون الطلاق بائنا ويعيدها إليه، يعيد الزوجة إليه وهي في العدة، ثم يفارقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها. وهذه مسألة خلافية الآن، هل تجب عدة مبتدأة أم لا تجب لها عدة مبتدأة؟ وهذه مسألة خلافية، لأن الإمام الأعظم وأبا يوسف يقولان تجب عليها عدة مبتدأة، ويجب عليه المهر الذي سمى في العقد الثاني كاملا، وقال محمد عليها نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى. ليه؟ لأنه لم يحصل دخول، لم يحصل دخول. واستدل الإمام محمد بأن هذا طلاق قبل المسيس والخلوة، طلاق قبل المسيس والخلوة، وكل طلاق يكون كذلك لا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة. يعني أنت الآن لو تزوجت، عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل الخلوة وقبل الدخول وقبل أي شيء، يجب لها نصف المهر ولا عدة عليها، ولا عدة عليها. نعم، وكذلك الآن، وكذلك في هذه الصورة. قال وإكمال العدة الأولى إنما وجب للطلاق الأول، صلح العبارة عندك، إنما وجب للطلاق الأول، إلا أنه لم يظهر، إلا أنه لم يظهر، يعني إكمال العدة الأولى لم يظهر حالة التزوج الثاني. قال إكمال العدة الأولى إنما وجب للطلاق الأول، إلا أنه لم يظهر حالة التزوج الثاني. ليه؟ قال لعدم اختلاط الأنساب، لأنه هو المتزوج. فإذا طلقها ثانيا بلا دخول، فإذا طلقها ثانيا بلا دخول صار النكاح الثاني كالمعدوم، فيجب عليها كمال العدة الأولى. قال واستدل الشيخان بأنها مقبوضة، الزوجة يعني في يده حقيقة بالدخول الأول، وبقي أثره، أثر الدخول الأول وهو العدة، فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة ناب ذلك القبض، ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح. القبض المستحق في هذا النكاح هو الوطء. وقال زفر لا عدة عليها أصلا، لأن الأولى قد سقطت، العدة الأولى سقطت بالتزوج فلا تعود، فلما تزوجها سقطت العدة الأولى، والثانية لم تجب لأنه طلاق قبل الدخول. نعم،
يعني والعقل عند التأمل يذهب مع زفر في هذه المسألة تماما، يذهب مع زفر، وهو القياس قوله يعني. قال: والظاهر مذهب محمد، وإن كان المشهور مذهب الشيخين. قال: وقد بين العلماء فساد مذهب زفر لأنه يترتب عليه ما يترتب، يعني يترتب عليه ما يترتب، يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك يعني المرأة مثلا عندما يطلقها زوجها طلاقا بائنا، تتفق معه، تتفق مع زوجها أن يتزوجها بعد الطلاق البائن بساعة ثم يطلقها كي تتخلص من العدة، كي تتخلص من العدة، تنتهي العدة الأولى بزواجها الثاني من زوجها الأول، ثم يتزوجها الآن ثم يطلقها مباشرة، فتخرج من العدة بعد الطلاق الأول بساعة أو ساعتين. هذا ما يترتب عليه على قول زفر، لذلك اعتبروه فاسدا، اعتبروه فاسدا. واضح أحبابنا إن شاء الله؟ إذن وقد بيّن العلماء فساد مذهب زفار لأنه يترتب عليه ما يترتب، وأنت خبير بأن الطلاق البائن هنا هو ما كان بائنا بينونة صغرى طبعا، إذ لو كانت كبرى لم يجز إرجاعها إليه إلى الزوج الأول إلا بعد تزوجها بغيره. المادة 20 بعد 103. قال: مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح عقيب الطلاق مباشرة، علمت المرأة أو لم تعلم تبدأ العدة، وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد. المراد بالمتاركة أن يعزم الزوج على عدم الجماع، هذه المتاركة يعني، وبعد الموت فورا كذلك. وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت، حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، قد حلت للأزواج. ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان مضى ولم تقم عليه بينة، فالعدة تعتبر من وقت الإقرار، من وقت إقراره بالطلاق، لا من وقت الوقت المسند إليه. قال: وللمرأة النفقة إن أكذبته، يعني قال أنا طلقتها من سنتين، قالت: لا هو كذاب طلقني من ساعة، فإن أكذبته ولم يأتي بالبينة على طلاقه من زمن ماض وجبت عليه نفقة العدة، ولا نفقة لها إن صدقته بأنه طلقها من زمن ماض وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة، فإن لم يستغرق تجب لها من النفقة ما بقي، تجب لما بقي. قالوا: بما أن سبب العدة هو الطلاق أو المتاركة أو الوفاة، فيكون ابتداؤها عقيب ذلك، عقيب الطلاق أو المتاركة أو الوفاة، لأن المسبب يعقب السبب، يأتي بعد السبب، وحينئذ يكون مبدأ العدة عقب الطلاق إذا كان العقد صحيحا، وعقب المتاركة أو تفريق القاضي إذا كان فاسدا، وعقب الوفاة سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، عقب الوفاة طبعا عدة المتوفى عنها زوجها بالنكاح الفاسد بالحيض وليست بالشهور، بالحيضات وليست بالشهور، سيأتي معنا أظن. وينبني على ذلك أن العدة تنقضي وإن لم تعلم المرأة بالطلاق أو الوفاة لما ذكر، ولأنها أجل، لأن العدة أجل محدد فلا يشترط العلم بمضيه. وأن المرأة إذا ادعت الطلاق على الزوج في وقت معلوم وأنكره فأقامت بينة على صحة دعواها وحكم القاضي بها، اعتبر مبدأ العدة من وقت المسند إليه الطلاق، لا من وقت الحكم به،
أن هي قالت له طلقني من سنة والآن قضى بالطلاق القاضي، يحكم الطلاق، يقضى بالطلاق من سنة لا من الآن. فلو فرض أن المدة الفاصلة بين الوقتين كافية للعدة فقد انقضت. بين الوقتين أي وقت؟ يعني بين القضاء وبين وقت الطلاق. فيجوز لها التزوج بغيره في يوم الحكم بطلاقها، أما قبل الحكم بطلاقها ليس لها أن تتزوج، وليس لها أن تتزوج قضاء، أما ديانة لها ذلك، لها ذلك. قال ولو كانت هذه المدة غير كافية احتسبت من العدة ويلزم المرأة تكميلها. قالوا أن الزوجة يلزم، قالوا أن الزوج إذا كان غائبا وتوفي وحضر من كان معه وشهد بوفاته في يوم معلوم وحكم القاضي بالوفاة انقضت العدة إن كان الزمن الذي بين الوفاة ويوم الحكم به كافيا، يعني مستغرقا للعدة، وإلا بأن مضى شهر أو شهرين كملته وبعده بعد تكميله تحل للأزواج، وهذا باتفاق. وكل هذا إذا كان الطلاق ثابتا بغير إقراره بأن شهدت به البينة وهو منكر له. أما إذا ثبت الطلاق يعني بإقراره بأن أخبر في وقت بأنه طلقها منذ زمان مضى ولم تقم عليه بينة فقد اختلفت عبارة الفقهاء، فقال بعضهم تبتدئ العدة من وقت الإقرار لا من وقت المسند إليه الطلاق، سواء صدقته المرأة أو كذبته أو قالت لا أدري. قال زجرا له، زجرا، لماذا اعتبرنا العدة ابتدأت من وقت الإقرار؟ قال زجرا له. ما هو وجه الزجر؟ هذا يكون فيه مشقة عليها لا عليه؟ قال لا، هذا فيه مشقة عليه أيضا لأنه مكلف بالنفقة على زوجته، فلعله ادعى الطلاق في الماضي هو قال ليخلص نفسه من النفقة، ليخلص نفسه من النفقة. قال زجرا له بكتمانه طلاقها ونفيا للتهمة. وينبني على ذلك أنه لا يجوز له أن يتزوج لأختها مثلا ما دامت في العدة بعد الإقرار، ولا يجوز له أن يتزوج بأربع سواها ما دامت في هذه العدة، ولو كان مريضا مرض الموت فلا يصح إقراره لها لزوجته هذه بدين، ولا أن يوصي لها لجواز أنهما اتفقا على الإقرار بالطلاق في وقت ماض ليصح ذلك. وقال بعضهم تبتدئ العدة من الوقت المسند إليه الطلاق لا من وقت الإقرار، لأن الطلاق سبب في وجود العدة وقد وجد السبب يعني فتبتدئ العدة، ولكن قال بعضهم إن هذا ليس اختلافا في الحقيقة، بل يحمل كل قول على محمل خاص، فيحمل الأول وهو أن الطلاق يقع من وقت الإقرار، فيحمل الأول على ما إذا كانا مجتمعين يعني متفقين، لأن الكذب في كلامه إن لم تصدقه أو في كلامها إن صدقته، إن لم تصدقه كان كذبا وإن صدقته كان كذبا في كلامها. قال لأن الكذب في كلامه إن لم تصدقه أو في كلامها إن صدقته ظاهر فلا يصدقان في الإسناد، يعني إذا كانا متفقين على أن الطلاق كان منذ سنة وأسندا الطلاق إلى زمن مضى قال لا يصدقان إذا كانا متفقين. قال ويحمل الثاني على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليه غير مجتمعين، وهذا كلام في غاية الحسن، فينبغي التحري عن محال التهمة
وعن الناس الذين هم من مظانها، ويحكم في كل شيء بما يناسبه. وكل هذا بالنسبة للزمن الذي تبتدئ فيه العدة. أما بالنسبة لنفقة الزوجة في العدة التي تبتدئ من وقت الإقرار عند القائل به، فلا يخلو الحال من أحد أمرين: الأول أن تصدقه المرأة في هذا الإخبار، الثاني أن تكذبه. وعلى كل، فإما أن يكون الزمن الفاصل بين الوقت المسند إليه الطلاق والإخبار به كافيا لانقضاء العدة، أو لا غير كافي، فينتج أربع صور: الأولى أن تصدقه وهذا الزمن كاف لانقضاء العدة، وفي هذه لا نفقة لها بأنواعها الثلاثة لإقرارها بذلك، أن الآن العدة انقضت فيسري عليها، قال إقرارها بذلك فيسري عليها خاصة، فلا نفقة لها. الثاني ليش قال فيسري عليها خاصة؟ لأنها قد تقر بالطلاق وانقضاء العدة مع ضرتها، قال فيسري عليها خاصة لا على غيرها. الثانية أن تصدقه بالطلاق في زمن مضى، وهذا الزمن يعني هي قال طلقني من 10 أيام، وعشرة أيام غير كافية لانقضاء العدة، وهذا الزمن غير كاف، وفي هذه تجب لها النفقة في الزمن الكافي لتمام العدة من الوقت المسند إليه الطلاق. الثالثة أن تكذبه في هذا الإخبار، تقول لا هذا لم يطلقني والزمن كاف، وهذه تجب لها النفقة بجميع أنواعها في العدة التي ابتدأت من وقت الإخبار، لأنها لما لم تصدقه وكذبته لم تقر بسقوط حقها فيها في العدة، هي قالت لا هو كذاب الآن طلقني. الرابعة أن تكذبه والزمن غير كاف، وهي كالثالثة في الحكم، يعني تجب لها جميع نفقات العدة. ثم قال المادة 21 بعد 100 الثالثة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإسرار الفاتحة.